اهلا بكم في فاشن تايم. شهر رمضان صار على الابواب ولازم نبدا نحضر صلاتنا الرمضانيه. انا حساعدكم ببعض الافكار كيف يطلع شكلكم ترندي مع المحافظه على الروح الرمضانيه. العباية من أهم الأشياء في دولاب كل سيدة لشهر رمضان. حلو تختاروها بلون فاتح زي اللي أنا لابساه دحين، وتروحوا تبعدوا عن الأغراض الكلاسيكية وتلبسوا تحتها ماكسي دراس لأنه طالع على الموضة، واختاروها بشق قليل لأنه الأشياء المتواضعة حلوة في رمضان. الفساتين الطويلة أساسية في دولاب كل سيدة وبالذات في رمضان، حلو تستقبلي فيها الناس في بيتك لو صحباتك أو عائلتك جايينك، وكمان حلو فيها تروحي فطور أو سحور. اخترت لكم هذا الفستان لأنه واسع وكمان مريح وعلى الموضة، لأنه الكتوفة رافلز والشغل على السليفز طالع على الموضة هذه السنة 2017. واخترت لكم أكسسوريز فيها حروف عربية لأنه حلو نضيف لمسة شرقية على ستايل رمضان. الشيرت دراسز لها فترة طويلة على الموضة، أكثر من 5 سنين. أنا اخترت لكم الشيرت دراس الطويل لأنه مناسب لشهر رمضان، وحلو الشيرت دراس لأن تقدري تلبسيه في كل أوقات اليوم في رمضان من الصباح لين الليل، بالذات لو قاعدة في البيت وصحباتك جايينك أو أنت خارجة عزيمة صغيرة تلبسي معاها شنطة بوب أوف كولر تكون لايقة مع الزخرفة اللي في التوب، وكمان زودي عليها أكسسوارات شرقية يكون فيها بيدد وحجر وتكون من نفس لون الزخرفة. حلو تختاروا رمضان شيء يكون من قماش مرتب وتقيل عشان تروحوا فيه عزايمكم وكمان افطاراتكم الكبيره. حاولوا تنقوا شيء مخصر لانه الثياب يجري تكون واسعه وانتوا تبغوا تطلعوا مرتبين للعزيمه. اما بالنسبه للاكسسوارات فحاولوا تخففوا وتقللوا منها لانه القماش العربي دائما عليه طبعات ونقوش تكون كثيره شويه، فحاولوا تروحوا على اكسسوارز السيمبل او المفرغه زي هذه الكلتش. مو غلط في رمضان تكونوا على الموضة وترندي، بس نصيحتي ليكم اختاروا الأشياء الهادية والرايقة، والمكياج يكون خفيف والشعر يكون سيمبل، ورمضان مبارك.